بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم ما لا تابعناه في الآونة الأخيرة أن امرأة تؤم المصلين في صلاة الجمعة والمصلون من الرجال والنساء مختلطين مع بعضهم في صفوف واحدة؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الكفار يكيدون للمسلمين ويعارضون الإسلام وأحكام الإسلام، ومن ذلك أنهم غزوا المسلمين بالمرأة، يزعمون أنها مظلومة وأنها مثل الرجل في كل شيء، يريدون بذلك أن يفسدوا المجتمع. فهم يريدون أن يفسدوا المجتمع ويريدون أن يظلموا المرأة، لأن هذا الأمر ليس من شأن المرأة. وإذا كلفت أحدا بشيء لا يستطيعه وليس من شأنه فقد ظلمته. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. المرأة وضعها الله في مكانها اللائق بها، فلا تأخذ أعمال الرجال لأنها لا تطيقها ولا تصلح لها، وهذا تكليف لها بما لا تستطيع. فهم يريدون ظلم المرأة من ناحية، ويريدون إفساد المجتمع من ناحية أخرى. فالإمامة في الصلاة ليست من شؤون النساء إلا مع النساء. المرأة تأم النساء لا بأس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة صحابية جليلة، أمرها أن تأم أهل دارها. أما أن المرأة تأم الرجال فليس هذا موقف للمرأة، وإذا وقفت فيه فقد أهينت والعياذ بالله. فإظهار المرأة بهذا المظهر المخزي هذا باطل، والمرأة ليس من صلاحياتها أن تأم الرجال ولا أن تخطب بالرجال، وإنما هذا من شأن الرجال. فأنت لو وضعت امرأة في موضع الرجل فقد ظلمتها، ولو وضعت رجلا في موقف المرأة فقد ظلمته. كل له موقفه وما يليق به.